صباح الفل والجمال على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على راديو كامل. نهاركم بيضحك. أنا اسمي لبنى فوزي وهكون معاكم النهاردة وكل يوم وبرنامج اتجنن. ايه ده؟ ليه تتجنن؟ اتجنن عشان انت زهق. نايس. اتجنن عشان ليك على نفسك حق. أنا وحيد. اتجنن عشان الحياة صعبة جدا وخنيقة ولو ما اتجننتش هتطقم الضغط والغيظ. ما تفكرنيش وتقلب عليا المواجع. اتجنن يمكن عشان الحياة حلوة. كول. ممكن كمان برضو عشان هتعيشها مرة واحدة بس. قلبي معاك يا باشمهندس. اتجنن عشان الجنان حلو وهيعرفك على نفسك وعلى كل اللي حواليك اكتر. والله فيك الخير. اتجنن عشان الحياه قصيره ومش مستاهله الجاكيته والكرافته اللي حابس نفسك فيهم ليل نهار بسبب الشغل. مفيش داعي، انا نفسي راجل متواضع وبحب ابات مع السواقين بتوعي. اتجنن عشان لازم تفك وتشوف الدنيا من زاويه تانية. بس يبقى اتفقنا. ببساطه اتجنن عشان تعيش. اتجنن مع لبنى فوزي على راديو كامب، محطه على المحطه. يا صباح الفل والسعادة على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على راديو كيمت. زي ما عودتكم دايما هكون معاكم كل يوم لبنى فوزي وهنتجنن مع بعض جنان مختلف. يا رب كده اليوم النهاردة يكون جميل ودمه خفيف علينا كلنا. اتجنن النهاردة بتقولك ممكن المفاجأة تبقى أحسن من ألف اتفاق. أيوة، المفاجأة دايما يا جماعة بيكون ليها مفعول السحر على علاقتك باللي حواليك. لما ابنك، بنتك، أخوك، أختك، مراتك، جوزك أو أي حد من اللي حواليك يبقى متفق معاك على حاجة تعملوها، مهما كانت الحاجة دي مهمة أو تافهة، فهو بيعتبرها حق من حقوقه لأنكم متفقين عليها. لكن لو كانت من غير ترتيب أو تجهيز، يا سلام، وهو اكتشفها فجأة منك، بتكون لحظة يا جماعة في منتهى السعادة عليه. جمال المفاجأة يا جماعة إنك تفكر زي الطرف التاني بالظبط اللي انت عايز تعمله المفاجأة. وأنجح المفاجآت مش أغلاها أبداً، أنجح المفاجآت هي اللي تحسس بيها الطرف التاني إنك فعلاً فهمه وعارف هو بيفكر في إيه، يعني من الآخر تفكر بطريقته. وجنان النهاردة يا جماعة للرجال فقط. اتفضلي يا أستاذة على عربيتك، خلونا نقول كلمتين للرجالة، يمكن ربنا يجعل في صوتنا القبول. وعلى رأي الفنان محمد رضا في فيلم 30 يوم في السجن، بص يا سيدي، هات ودنك واسمعني كويس، هقولك على حاجة غريبة شوية على الرجل المصري، اغسل المواعين. معلش أنا هقولها لك وهتضايقك شوية، بس فيها إيه؟ ما تغسل المواعين مش عيب والله. طب أقولك اغسلهم زي الزفت، مش لازم يعني تسمع صوت النظافة ولا حوار القطنة، ما تكدبش. سيبك من الكلام ده، الحوار كله في حاجة واحدة، إنك تحسس مامتك، مراتك، أختك أو أي حد طالع عينه في الموضوع ده كل يوم إنك فعلا حاسس بيه، مقدر اللي بيعمله، شايف مجهوده وتعبه عشانك. كمان وجودك في المطبخ اللي هو مملكة الست أو اللي هو زنزانة الست محتاج إنك تدخله، عشان ساعتها هتقدر تستوعب جملة تسلم إيدك بجد لما تجيبلك أكل لذيذ في أطباق مغسولة كويس، وعشان تعرف تقول تسلم إيدك بجد. وربنا يخليكي لينا بشكل حقيقي، لازم تجرب ولو مرة واحدة صعوبة الموضوع. هتسمع كلام بقى من نوعية إيه يا سيدي، سيب المواعين الله يخليك عشان ما يتكسروش، واطلع برة أرجوك وسيب المطبخ. اوعى الكلام ده يأثر فيك، اوعى يخليك تتراجع، اتعامل مع الموضوع ببساطة وبمنطق. مثلاً خدها إنها هتعلمك حاجة جديدة ما تعرفهاش، خليها تمارس عليك شوية دور التعديل والمرياسة اللي انت بتعمله وانت مش واخد بالك وأكيد فاكره كويس. ما تقوليش إنك ما بتعملش كده، كل الرجالة بيعملوا كده. كسر الأطباق يا جماعة أسهل بكتير من كسر العلاقة اللي بينكو. اتجنن واغسل طبقين النهاردة واشتري نفسك. وكالعادة ما تنسوش تحكولنا عملتوا ايه، وتتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك وتحكولنا ايه اللي حصل، وتقولولنا عملتوا ايه وايه النتيجة، وتشاركونا بأفكاركم اللي عايزين توصلوها لغيركم عشان نتجنن سوا. صباح الفل. كنتم مع اتجنن مع لبنى فوزي على راديو كمان، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.